أم محمد ينت أبوها شعور بعدم القبول وأن أعمالها كلها غير مقبولة وتشعر بأنها مرائية، فكيف تعالج هذا الشعور في نفسها يا شيخ الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. أولا القبول أو عدم القبول دي مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم لها أمارات ولها إشارات، والله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. وعلامة قبول العمل هو أن توفق لعمل صالح بعده. العلماء قالوا يعني أنت مثلا صمت رمضان، فكيف تعرف أن الله تقبل منك صيام رمضان؟ فتوفق لصيام الست من بعده، والمداومة على الصلاة في المسجد في الفجر وكما كنت في رمضان. يعني ده مثال بنضرب. فجعل العلماء علامة قبول العمل أن توفق لعمل صالح بعد عمل صالح. دي علامة. دي علامة. علامة. كيف تعرف أن الله تقبل منك؟ فالله سبحانه وتعالى يقيمك على عمل صالح، على إثر عمل صالح.